بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا اليوم عن في طبعا نظام المقررات المستوى السادس، مادتنا الدراسات النفسية والاجتماعية. درسنا اليوم عن الذكاء، وناخذ أول شيء تعريف الذكاء. الذكاء هو القدرة على الفهم والتكيف مع البيئة المحيطة باستخدام تركيبة من القدرات الموروثة والمتعلمة من خلال الخبرة. طبعاً الذكاء، عشان يعني نتفق على شيء معين، الذكاء هو مكون افتراضي. مكون افتراضي إحنا وضعناه عشان نشوف كيف الإنسان، نقيس قدرة الإنسان على التعامل مع البيئة المحيطة، مع المشكلات اللي يتعرض لها. فكان في بداية القرن، زي ما راح نشوف كيف بدأنا في قصة قياس الذكاء، كان يقاس الذكاء باستخدام سلسلة من الاختبارات الجسمية. يعني كان الأول هو الأفضل منه، الأفضل الأكثر مثلاً وزن يحمل المفحوص مثلاً منهما معرفة الوزنين هما أكبر. كان أول نشوف اللي عنده قدرات جسمية أكبر هو اللي يمسك مثلاً رئاسة القبيلة وكذا. لما بدينا نعرف نقيس الذكاء، كل الطرق أثبت فشلها في قياس الذكاء، إلين جاء في عام 1900 طلب من بينيه أنه يقيس ذكاء طلاب المدارس الابتدائية. وش الهدف؟ الهدف أنه لما نجيب الطالب وندرسه 5-7 سنوات، بعدين نقول هذا والله موهوب، يكون راح الوقت اللي نطور موهبته. أيضاً اللي عنده صعوبات تعلم كنا ندرسه 5-6 سنوات، بعدين نفقد القدرة على أن ندرسه في فصول صعوبات تعلم. فكان الهدف منها أنه في فترة مبكرة من العمر نعرف الطالب هذا، هل هو موهوب؟ هل هو طفل عادي؟ هل هو طفل في صعوبات تعلم؟ فالمقياس هذا سواه ألفريد بينيه، وهو عالم نفس طبعاً، صمم المقياس. طبعاً خلال 100 سنة الماضية تم تطوير المقياس هذا كثير جداً عن طريق جامعة ستانفورد، وسمي المقياس تيمناً ببينيه والجامعة مقياس ستانفورد بينيه للذكاء. طبعاً بينيه لما وضع المقياس قال نبغى نكتشف الطلاب الأذكياء الموهوبين، الطلاب العاديين، الطلاب الأقل ذكاء. طبعاً وضعوا نسب ذكاء وتصنيفهم ونسبة الأشخاص في أي بلد. اللي يحصل على درجة 130 درجة فما فوق، هذا متفوق جداً في الذكاء بحسب مقياس بينيه، يمثلون نسبة 2%، 2.6. يعني من كل 100 شخص شخصين فقط اللي يحصلون على درجة 130. المرحلة الثانية اللي هي من 120 إلى 129، وهذا يعتبر متفوق، و7% من البشر يقعون في هذا. من كل 100 شخص نجد 7 أشخاص يحصلون على من 120 إلى 129. بعدين وصلنا إلى المتوسط المرتفع اللي هو من 110 إلى 119، هذا تقريباً 16.5% من كل 100 شخص، 17 شخص يقعون في هذا المستوى. بعدين المتوسط من 90 إلى 109، في 20 درجة هذه يتراوح أغلب البشر اللي هم تقريباً نصف البشر في المتوسط. بعدين نروح إلى أقل متوسط اللي هو منخفض تقريباً 17%، ما يوازي هذه، هذولا من 80 إلى 89. بعدين من 70 إلى 79 هذا ذكاء حدي، هذولا بطيئوا التعلم، وأقل من 69 هذا تخلف عقلي. طبعاً أنا مجرد ما أختبر الطالب في سن مبكرة قبل دخوله أو عند دخوله المرحلة الابتدائية أصل إلى قناعة أن الطالب هذا راح يكون بطيء التعلم. طيب شو أسوي فيه؟ أدخله إلى صعوبات فصول صعوبات تعلم. من أجل ماذا؟ من أجل أني أزيد الاهتمام وأعطيه بما يوافق قدراته حتى يمشي مع زملاء. كذلك اللي متفوق، أنا لما أدرسه زي الطلاب العاديين فأنا هنا يعني أعطيه أشياء أقل من مستوى ذكائه، فهذا ممكن يعني ما يستفيد، ولا يمكن أطلع من الشخص هذا عالم مستقبلاً. أنا كيف أطلع عالم؟ من خلال أني أعطيه أشياء تواكب عقليته. طبعاً هذا كان النظرة السابقة، أنه هذا الشخص ذكي، هذا الشخص غير ذكي.
هذا الشخص ممكن يروح يتجه إلى الجامعات، هذا يروح إلى مثلاً الأعمال المهنية. هذه كانت نظرة خاطئة جداً للذكاء. ليش؟ لأن كنا ننظر للذكاء بنظرة واحدة فقط، اللي هي من خلال الاختبار، من خلال قدرة واحدة. جاء عالم اسمه غاردنر، وضع نظرية اسمها نظرية الذكاءات المتعددة. قال الذكاء مو فقط إنه الشخص ذكي مثلاً في الرياضيات، لا، مو الشخص اللي يحصل على أعلى درجة هو الذكي. يعني في المدرسة لما أحط الحين أشوف من المتفوق في الفصل، هل هو أذكى طالب؟ لا. إذا بقيس الذكاء من مقياس بينيه نعم، لكن إذا بقيس الذكاء وفق المنظور الجديد اللي هو نظرية الذكاءات المتعددة، كلنا عندنا جميع أنواع الذكاء هذه ولكن بنسب مختلفة. شخص عنده الذكاء الحركي، شخص عنده مثلاً الذكاء الإيقاعي، واحد عنده الذكاء المكاني، طبعاً تختلف بنسب مختلفة بين البشر. هذا طبعاً الغاردنر وضع نظرية تنظر لكل شخص أنه مميز عن الآخرين، وإن عنده نوع من الذكاء مختلف عن أقرانه، وأنه إذا استثمر هذا الذكاء في الحياة فسيصل إلى مكانة عالية في وظيفته أو في تخصصه الجامعي. لما وضع غاردنر كتابه اللي عام 1983، قدم نظرية في الكتاب هذا اسمها الذكاءات المتعددة، وهي من أهم النظريات ولاقت اهتمام كبير في علم النفس والتربية. طبعا لما نتكلم 1983 يعتبر عالم حديث، يعني نظرية حديثة. وش أهميتها النظرية هذه؟ ليش أخذت الزخم هذا على مستوى العالم؟ أول شيء لأنها تراعي طبيعة كل المتعلمين. يعني في السابق قبل هذه النظرية نقول للطالب هذا أنت والله ما عندك ذكاء أو ذكاءك منخفض، بينما هو يمكن يكون عنده ذكاء حركي أعلى من أقرانه كلهم، بس ما كنا نلتفت للجانب هذا. لكن النظرية هذه تراعي كل المتعلمين. لما تعلم الآن في المدرسة كل واحد يستغل إمكاناته، في واحد مثلاً مميز في الحفظ، واحد مميز في الأرقام، أنا اختار تخصصي وفق الذكاءات اللي عندي. شيء ثاني، تساعد على تحسين نواتج التعلم عندما نعامل كل فرد حسب ذكائه. إذا استثمرنا الشخص، إذا استثمرنا الدرس في أسلوب واحد، ممكن يكون الأسلوب هذا ينفع جانب معين من الذكاء لكن ما ينفع بقية الطلاب، لكن لازم نعامل الجميع على حسب ذكائهم. النقطة الثالثة اللي هي اهتمامات المتعلمين تنطلق وتراعي اهتماماتهم، تساعد على تنمية قدرات المتعلمين وتطويرها. النظرية هذه راح نتعمق فيها شوي لأنها مهمة جداً في التعليم. حدد غاردنر أنواع الذكاء في نظرية الذكاءات المتعددة بثمانية أنواع: ذكاء لغوي، ذكاء منطقي، ذكاء بصري، ذكاء إيقاعي، ذكاء شخصي، ذكاء اجتماعي، ذكاء بيئي، وذكاء حركي. طبعاً راح نتطرق لها بشيء من التفصيل. أول نقطة اللي هو الذكاء اللغوي، هو القدرة على استخدام الكلمات نطقاً وكتابة، ومن مهاراتها الاستماع، الكتابة الإبداعية، كتابة القصص، الشعر، الإلقاء، فهم اللغة، الإحساس فيها، فهم معانيها بإتقان. طيب، أهم ما يميل له الشخص هذا اللي عنده النوع ذا من الذكاء هو عنده التواصل الكلامي والكتابي بكثرة، يكتب قصص في أي وقت فراغ تلقاه يكتب قصص، يتعلم لغات أجنبية، يحب سماع اللغات الأجنبية ويتعلمها، وعنده محصول كبير جداً من اللغات الأجنبية، يهوى القراءة، يحفظ الشعر والأمثال، يحب النكات والتندر، لديهم ثراء في المفردات، يستخدم مفردات. حتى الطفل هذا في مرحلة مبكرة تجد بعض الأطفال في سن 3-4-5 سنوات يستخدمون مصطلحات تستعجب وتستغرب كيف الطفل ألم فيها، ولكن أذنه يسمع الكلمات ويحفظها. هذا اللي عنده نوع من الذكاء اللغوي. فنستغرب نقول هذا الطفل ذكي، نعم ذكي جدا، بس ذكاؤه وين؟ في الذكاء اللغوي. الذكاء المنطقي هو القدرة على حل المشكلات والتفكير المنطقي والتعامل مع الأرقام والعلاقات بين الأشياء. طبعا هذا عادة يحبون التحليل والحساب والتوصل للعلاقات بين الأشياء والتجريب والتوصل للنماذج وكثرة الأسئلة. طبعا اختبار قياس مثلا
بما أن الطلاب الثانوي الآن يحرصون على اختبار قياس. اختبار قياس يشمل الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي. احنا لما نقول انه فلان من الناس عنده الذكاء المنطقي متميز فيه، ما يعني هذا انه ما يملك اي حصيلة في الذكاء اللغوي، لكن احنا لما نقول عندنا كل انسان عنده 8 انواع من الذكاء ولكن بنسب مختلفة. اذا طغى الذكاء المنطقي فنقول هذا والله ذكاء منطقي، لكن نعني اذا كان هذا مثلا 30% وباقي انواع الذكاء مثلا 15% في كل قسم فهو ذكاء رياضي، ولكن ما يعني هذا انه يملك ذكاء واحد، لا، يملك جميع انواع الذكاء. طبعا هذا وين ممكن يكون اللي قبلها الذكاء اللغوي، وين يتوظف هذا؟ ايش ممكن يكون؟ ممكن يكون راوي، كاتب، مسرحي، محلل سياسي، صحفي، شاعر. ليش؟ لانه ذكاؤه في الكلمات. بينما الذكاء المنطقي هذا ممكن يكون ايش؟ محاسب، مبرمج، حاسب آلي، مخترع، رياضي، عالم. ليش؟ لانه عنده قدرات على ربط الاشياء والتوصل للحلول بشكل مبتكر ورائع جدا. طيب النوع الثالث اللي هو الذكاء البصري المكاني، هي المهارة في الحس بالاتجاهات. تجد بعض الأشخاص تقول وين القبلة مباشرة، بس يفكر شوي يقول لك القبلة في المكان الفلاني. أنت لازم يكون عندك برنامج في الجوال عشان تحدد القبلة، لكن بعض الناس خلاص عنده تصور عن مكانه الحالي ويستطيع الإحساس بالمكان. طبعا هذا عنده يعني تميز في العلاقات المكانية، الأحجام، الأشكال. الذين يملكون هذا النوع وش يحبون؟ يحبون التنظيم والعمل في الديكور، بناء النماذج، تنسيق الألوان، اللعب بالألعاب المكانية البصرية. بعض الأطفال الآن يحب يركب الأشياء، البازل، هذه لعبة التركيبات، ومتميز فيها. قد يكون عنده ذكاء بصري مكاني رائع جدا، فلازم نطور قدرات الطفل في الناحية هذه. طبعا هذا ممكن يكون مهندس معماري، مهندس ديكور، رسام، مصور، نحات، فنان. هذه طبعا حتى عندنا احنا لما تعطي واحد وصف مثلا لمكان معين تجده يصل لك من اول مره، خلاص عطني اول لفه كذا، تعطيه حدود معينه ووصف معين يصل لك مباشره. وبعض الناس يعاني مشكله في الوصول. ليش؟ قد يكون عنده يعني اقل من في القدرات الذكاء البصري المكاني، لكن شخص اخر متميز. الذكاء الإيقاعي، وهذا النوع الرابع من أنواع الذكاءات المتعددة، اللي هو القدرة على تمييز الأصوات والتناسق الصوتي، إنتاج الأصوات المتناسقة والتحكم في الصوت أو الإيقاع المنتظم. طبعاً شو تميزهم فيه؟ يحبون يستمعون للأناشيد، يحددون الأصوات، ينشد بإتقان، يدندن، يحرك أصابعه دائماً. هذولا طبعاً ممكن يتقن مثلاً أنه يعمل في مثلاً ممكن يقرأ القرآن بإتقان وينشد، يكتب الأناشيد. نشوف بعض الناس يعني عندهم قدرة هائلة جدا على تقليد الأصوات. هذا أي نوع من الذكاء؟ هذا ذكاء إيقاعي. استمعنا لبعض القارئين القرآن يقلدون مثلا أئمة الحرم بإتقان، بحيث أنك ما تفرق بين النسخة الأصلية والمقلد. هذا من وين؟ من الذكاء الإيقاعي. عنده قدرة على الاستماع وحفظ نغمة الصوت وترديدها فيما بعد. طيب النوع الخامس الذكاء الحركي، هو القدرة على التناسق في الحركة والسرعة والدقة فيها، سواء كانت حركة العضلات الكبيرة كالأرجل الأيدي أو حركة العضلات الصغيرة كالأصابع. طبعا هذولا لاعبين كرة القدم، لاعبين ألعاب مختلفة، ألعاب القوى، هذولا كلهم عندهم ذكاء حركي. في السابق كنا نقول هذا فاشل في الدراسة، يجب أن يتجه إلى الرياضة مثلا، هذا ما اتجه للرياضة لأنه فاشل. ولكن من خلال النظرية هذه عرفنا أن هذا عنده تميز وعنده ارتفاع كبير جدا في الذكاء الحركي، مكنه من أنه يستخدم عضلاته بإتقان وإنجاز في لعبة التنس مثلا أو كرة القدم، التدريبات الرياضية، تقليد الحركات، يتعلم بالممارسة مباشرة. هذا وين يكون؟ نتفاجأ لما نقول أنه لازم أنه بعض الأطباء الجراحين يجب أن يكون عنده ذكاء حركي. ليش؟ لأن الذكاء الحركي يعتمد على تناسق العين البصري الحركي. العمليات الجراحية الدقيقة جدا لازم يكون عند الشخص ذكاء حركي مرتفع
عشان يتقن إجراء العمليات الدقيقة جداً. ممكن يكون رياضي جراح يستخدم أصابعه بمهارة، يطبع بمهارة، ينحت بمهارة. الاستخدام هذا كله يصير من وين؟ من التناسق البصري اليدوي. النوع السادس من الذكاءات المتعددة اللي هو الذكاء الشخصي. إيش نقصد بالذكاء الشخصي؟ هو القدرة على فهم الذات، تقدير قدرات الذات، أهدافها، والتحكم في اندفاعياتها، والتخطيط السليم. هذولا دائماً يرجع للذكريات، يحاسب نفسه حساب على كل تصرف يتصرفه، عارف إيش يبغى. هذا ذكاء شخصي، مجرد أنك تفهم نفسك هذا في نوع من الإبداع. هذا دائم يراجعون ويوضحون قيمهم واعتقاداتهم، يتحكمون في اندفاعاتهم، يعرفون مزاجهم، يعرفوا ايش يفضل. هذا دائما عنده القدره على التفكير والتامل، وعاطفي جدا، ويحدد اهداف واقعيه في الحياه. انا ممكن اضع اهداف مستحيله التحقيق، بينما الشخص اللي عنده الذكاء الشخصي يضع اهداف قابله للتطبيق كشرط اساسي وقادر على القيام فيها. الشخص لازم يكون عنده شرطين، ان الحلم هذا قابل للقياس، قابل للتحقق، واني انا قادر على تحقيقه. هذول طبعا هذول فلاسفه، منظرين، شعراء، القاده السياسيين، القاده الدينيين. هذول عندهم قدره انه يستطيع انه يعرف اهدافه في الحياه بدقه متناهيه، ويضع خطط لنفسه وينفذها بإتقان شديد. النوع السابع من الذكاءات المتعددة اللي هو الذكاء الاجتماعي. هذا طبعاً إذا كان الذكاء الشخصي يفهم نفسه، فالذكاء الاجتماعي يفهم الآخرين. القدرة على فهم الآخرين صعبة جداً إلا لمن يملك ذكاء اجتماعي. فتجدهم يخالطون الآخرين، معارفهم كثيرة في كل مكان، يستطيعون التعامل معهم، يستطيعون حل المشكلات الاجتماعية والخلافات. دائماً تجدهم يتدخلون بين الأفراد للإصلاح. هذول يحبون الاهتمام بالآخرين، يحبون التدريس، التفاعل مع الآخرين، لهم أصدقاء، يستطيعون المحافظة على الصداقة. تجده ما ينقطع، مثلاً مهما كان تعرف على شخص يبدأ يتواصل معه. وليش؟ لأنه يملك ذكاء اجتماعي، ما يبغى الروابط تنفصل نهائياً. طيب وش يميز هذا النوع من الذكاء؟ هذا ممكن يكون قائد ناجح، مدير. ليش؟ لعلاقاته مع الآخرين. أيضاً ممكن يكون مرشد نفسي، بائع قادر على البيع، معلم ناجح، سياسي ناجح، متخصص في العلوم الإنسانية، الخدمة الاجتماعية، أو مرشد طلابي في المدارس. ليش؟ لأنه عنده القدرة على الإحساس، عنده مشاعر الآخرين، يتأثر بما يقوله الآخرين ويحاول مساعدتهم، ويفكر مثلاً حتى لو قابلته وأعطيته مشكلة معينة، تجده طوال اليوم وهو يفكر في كيفية حل مشكلة الآخرين وليس مشاكل نفسه. فهذا الشخص عاطفي جداً وحساس جداً تجاه الآخرين. النوع الأخير اللي هو الذكاء البيئي. هذا طبعاً نعرفها بأنه القدرة على فهم الطبيعة والنباتات والحيوانات، والتمييز بينها وتصنيفها وتحليل خصائصها. هذا الشخص هذا اللي عندهم الذكاء هذا يتميزون بقدرتهم انهم يقدرون الحيوانات، النباتات، الاشجار، يجمعونها، يفرقون بينها، يستمتعون بالحيوانات، يلاحظون الفصائل والاحجار والنجوم والسحب، يربون الحيوانات. هذول عندهم تعاطف مع الطبيعه. يتمتع هذا النوع من الذكاء، يمكن ان يكون مزارع، عالم حيوان، بيولوجي، ممكن يكون عالم فلك، طبيب متخصص في الأعشاب أو الطب البديل أو دراسة الطبيعة. تجدهم يطلعون إلى الخلاء ويستكشفون النباتات، يستكشفون الحيوانات. فهذا النوع من الذكاء قد في السابق من نقول هذا مثلاً ما عنده أي قدرة على التواصل مع الآخرين، هذا منزوي، هذا منعزل، تجده دائماً يقوم بمشاريع خاصة. لا، هذا عنده ذكاء بيئي، وهذا مهم جداً. شوفوا العلماء الآن، علماء الجيولوجيا، هذول عندهم ذكاء بيئي خارق جداً. طيب قبل لا نختم،
لازم نؤكد، أعيد وأكد زي ما ذكرت في بداية الدرس، أنه جميع هذه الأنواع موجودة عند كل الناس، ولكن اختلاف نقاط القوة فيها. يعني مثلاً هشام يتميز بالذكاء اللغوي والبصري المكاني والحركي فيكون كاتب، ويتميز وتتميز مثلاً هناء بالذكاء الرياضي المنطقي والذكاء البيئي والشخصي فتكون عالمة فلك. إذن أنا ممكن يكون عندي 3 أنواع من الذكاءات أعلى من غيرها، فأتجه للوظيفة أو التخصص المناسب لي شخصياً. تعال نأخذ مثال حي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستكشف الصحابة ويعطي كل صحابي من الصحابة ما الدور أو الوظيفة التي تناسب قدراته العقلية ونوع الذكاء اللي عنده. طبعاً كان الرسول اللهم صلى الله وسلم عليه يعرف من طول المعاشرة مع الصحابة، يعرف ما يذي يتميزون فيه. خالد بن الوليد قائد حربي وسمي سيف الله والمسلول، وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كاتم سر الرسول صلى الله عليه وسلم. معاذ رضي الله عنه وغيره كانوا يستطيعون القدرة على الإقناع، فراحوا في إقناع الملوك ودعوتهم للإسلام. طبعاً والخطر الكبير جداً اللي كل شخص، أنا أشوف مثلاً فلان من الناس زميلي في الفصل أو صديق أو أخوي الكبير مثلاً تخصص في التخصص الفلاني فأبروح زيه، لا، هنا لا تقلد الآخرين في اختيار التخصص، واختر التخصص المناسب لك. إيش المطلوب الآن؟ المطلوب الآن هذا نشاط يجب علينا جميعاً القيام فيه. لازم أحدد نوع الذكاء الذي أمتلكه. أنت من خلال معرفتك بنفسك تستطيع أنك تحدد من 8 أنواع من الذكاء ما هو الذكاء الذي أمتلكه يفوق غيره من أنواع الذكاءات، وبناء عليها أشوف وش الوظائف أو التخصصات الجامعية المناسبة لي، ومن ثم ألتحق فيها في المستقبل. بعض الطلاب يتفاجأ بعد الثانوية لما يتخرج ما يدري وين يتخصص، ما يدري يتجه لأي تخصص جامعي. فاحرصوا على تحديد نوع الذكاء الذي تمتلكه ومعرفة نفسك لاختيار التخصص الجامعي والوظيفة في المستقبل. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.